السلام عليكم، ازيكم؟ تعادل مثير بين مانشستر يونايتد وبرشلونه بنتيجه 2-2 في قمه الدوري الاوروبي، عشان الحسم يتاجل لحد الاسبوع الجاي في مدينه مانشستر، واعتقد ان هو تعادل عادل للفريقين. كل فريق لعب باسلوبه وبطريقته المعتاده وقدر ان هو يسجل. ماتش مثير وممتع من الفريقين، واعتقد ان مفيش اي جمهور من جمهور الفريقين طلع زعلان النهارده من الماتش. على مستوى الشوط الاول فشوفنا فيه اثاره ودراما واكشن، ولكن غابت عنه الاهداف، عشان نخش بقى الشوط الثاني والاهداف تحضر والاثاره والمتعه وكل حاجه انت عايزها في الدراما الكرويه. برشلونه بيبدا بالتسجيل عن طريق ضربه ركنيه من ماركوس الونسو، ومانشستر يونايتد بيرد بالتعادل عن طريق راشفورد المتالق مؤخرا، ثم مانشستر بتقلب الطاوله على برشلونه وبتسجل هدف ثاني عن طريق مهاره فرديه من ماركوس راشفورد، بيعمل عرضيه الكره بتخبط في كوندي وبتخش في المرمى، ثم برشلونه بيعود للمباراه عن طريق رافينيا بعرضيه بيفوتها كده ليفاندوسكي بخبره وخبص كروي منه، بيثبت بيها الحارس وقلب الدفاع وبتخش في المرمى. فزي ما بقول لك كده، كل فريق لعب باسلوبه وقدر ان هو يطلع بالماتش باللي هو عايزه، وطبعا ده اللي بيشعل مباراه العوده في مدينه مانشستر. لو تيجي تبص كده على الغيابات عند مانشستر يونايتد فانت مش هتحس بيها، مانشستر عنده 6 ولا 7 لعيبه النهارده كانوا غايبين ولكن ما تحسش بيهم النهارده في الماتش، عكس برشلونه اللي بخروج بدري في الشوط الاول بداعي الاصابه تحس ان هو اثر بسلبيه على الفريق، ولكن عامل الجمهور في ملعب الكامب نو كان هو العنصر الاساسي النهارده، وبشكل كبير جدا لو اصابه بدري هتطول فمش هيلحق الماتش بتاع الاسبوع الجاي، وفي نفس الوقت النهارده جافي اخذ انذار فبكده مش هيلعب الماتش الجاي في مانشستر، وانت كده بتخسر 2 مهمين من العناصر الاساسيه عندك، وده اللي بيصعب المهمه اكتر واكتر على برشلونه، عكس مانشستر اللي من هنا لحد الاسبوع الجاي فالغيابات هتكون رجعت عنده، ابرزهم سابيتزر وليساندرو مارتينيز. النهارده خط دفاع مانشستر كان متماسك بشكل كبير جدا، عكس دفاع برشلونه اللي كان مهزوز وبيرتكب اخطاء عشوائيه جدا. برشلونه خلقت فرص كتيره جدا اكتر من مانشستر، ولكن الفرص اللي خلقتها مانشستر تحس ان هي اخطر على المرمى، مانشستر اللي باقل كوره وبنص فرصه بيستغلوها وبيهددوا مرمى تير شتيجن. النهارده تحسب حاجه لإيريك تنهاج ان هو دار الماتش بشكل صحيح جدا، عكس تشافي اللي كان عاجز في الحلول، ولكن برضه ترجع وتقول ان برشلونه اتظلم ظلم تحكيمي في لقطه، ركله جزاء مستحقه 100% بلمسه يد على فريد، ولكن الحكم قال لك ان المسافه كانت قريبه فلغى ضربه الجزاء، فدي برضه كانت من ضمن الاثاره والمتعه في الماتش النهارده. في الفيديو اللي قبل الماتش قلت لك ان المباراه دي تكتيكيه على اعلى مستوى وهتقف على التفاصيل الصغيره، مانشستر يونايتد كان بيلعب بارتياحيه، واقف في منطقته بيدافع دفاع استبسالي، يقطع بس هو الكره من هنا وهتشوف هجمه مرتده منظمه، النقله والثانيه والثالثه بتلاقي راشفورد انفرد بتير شتيجن. برشلونه كان مستحوذ ولكن استحواذ سلبي، حتى لما جه سجل من ضربه ركنيه ومن عرضيه من رافينيا، ولكن زي ما قلت لك في اول الفيديو اعتقد ان هو تعادل عادل للفريقين، ولكن ده كان رايي انا، المهم رايك انت، هستناك في الكومنتات وتقول لي مين الفريق اللي هيتاهل من مباراه العوده. وبس كده، ده كان فيديو صغير وسريع على رد فعلي على مباراه مانشستر يونايتد وبرشلونه. يا رب اكون شرحت لك الماتش بشكل مبسط، ويا رب اوفق الفرق العربيه. كان معاكم فارس الجزاوي من برنامج فارس الكوره، ونشوفكم في حلقات جايه جديده.